السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الأولى من برنامج الأسبوع السوري. بعدما يقرب من 4 سنوات مرت من عمر الأزمة السورية، يتعقد المشهد السياسي هناك أكثر فأكثر. العديد من المبادرات الدولية والعربية طرحت لإيجاد حل ينهي مأساة الشعب السوري، لكن جميعها باءت بالفشل. ولتراوح الأزمة مكانها وسط تغيرات في المعادلات الدولية والإقليمية، في حلقة اليوم من برنامج الأسبوع السوري نناقش التعقيدات التي تحيط بالأزمة السورية وفرص نجاح التحركات الأخيرة للمعارضة السورية لتوحيد صفوفها في القاهرة، كما نناقش اجتماع موسكو الأخير الذي حضره بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة، بينما غاب عنه الائتلاف الوطني الذي انتخب أخيرا رئيسا جديدا وأمينا عاما له، والتحديات التي يواجهها الائتلاف في ظل تراجع الدعم الدولي والعربي للأزمة السورية. وللحديث حول هذه المحاور وغيرها ينضم إلي هنا في الاستوديو الأمين العام للائتلاف الوطني السوري الأستاذ يحيى مكلبي، أهلا بكم. أهلا وسهلا. كما ينضم إلي هنا في الاستوديو الدكتور سنان حتاحت الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك. فاصل قصير ثم نبدأ حوارنا فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. اعتبرت مصادر غربية أن المبادرة الروسية التي جمعت أطيافا من المعارضة مع ممثلين للنظام في موسكو تفتقد إلى الرؤية الواضحة، وغاب عن طاولة الحوار الروسية الائتلاف الوطني السوري، وعزت القيادة الجديدة للائتلاف عدم مشاركتها في اجتماعات موسكو إلى أنها غير جدية ولا يصاحبها أي ضمانات دولية. المزيد في التقرير التالي. مع استمرار برودة الطقس وموت العشرات من اللاجئين السوريين تحت الخيام المهترئة التي لا تقيهم عواصف ولا زمهرير، تغتنم موسكو والقاهرة الجمود الذي أصاب المجتمع الدولي في تحركه لحل الأزمة السورية، فتعلن كلتاهما على فترتين متلاحقتين عن مبادرتين لحل الأزمة سياسيا أو لإيجاد تفاهم مشترك بين أطياف المعارضة المختلفة والنظام السوري. فتور المجتمع الدولي في التعاطي مع الأزمة السورية ظهر جليا في سقف مؤتمري موسكو والقاهرة اللذين انعقدا مع استمرار القصف على ريف دمشق وإدلب وحلب وباقي المحافظات السورية. رغم التعقيد في حل الأزمة السورية وانقطاع الأمل من إيجاد حل سياسي لها، إلا أن رافضي المبادرة الروسية من المعارضة السورية وصفوا الذهاب إلى موسكو بالسير على دماء الضحايا، وذلك انطلاقا من أن المبادرة لا تحمل صفة رسمية من السلطات الروسية، وأنه يشوبها الغموض وتفتقد الرؤية الواضحة والضمانات الجدية بالنسبة لمسائل أساسية من أهمها مصير المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى مسألة بقاء الأسد في السلطة. يغيب عن طاولة الحوار الروسية أكبر كيان سياسي معارض لأطياف المعارضة المختلفة، وهو الائتلاف الوطني السوري، وذلك لأسباب أهمها كما ترى القيادة الجديدة للائتلاف هو تجنب روسيا دعوة الائتلاف كمؤسسة معترف بها في محاولة منها إزاحته عن الواجهة السياسية وزرع خلاف جديد بين أطياف المعارضة، والخروج بتشكيل سياسي جديد لا يمانع في إبقاء النظام ورموزه مقابل وقف القصف والقتل والدمار، وبمشاركة شخصيات من المعارضة لا تحمل أي تمثيل رسمي على الأرض، خفض النظام تمثيله في وفده إلى موسكو ليقود فريق النظام المؤلف من 6 شخصيات فقط، ممثل سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري بدلا عن وزير الخارجية وليد المعلم. ومع غياب التحرك الدولي بشأن المسألة السورية واقتصاره على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، غابت الردود الرسمية من جانب الدول الغربية على المبادرة الروسية، وبقي الحديث عن الترويج لخطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا المتمثلة في الدخول إلى الحل السياسي عبر العمل الإنساني من خلال وقف القتال في حلب وربما في أماكن أخرى وتوفير احتياجات السكان. وبناء على ما سبق، يتساءل البعض عن أهم المكاسب المرجوة من حوار بين رموز النظام وشخصيات المعارضة المشاركة رغم مقاطعة البعض وغياب أي ضمانات دولية أو راع رسمي للمبادرة بما يضمن نجاحها.
فأما الأسد فهو يرغب بكل تأكيد أن يبقى في سوريا عبر مفاوضات يجلس فيها، ولا يريد النجاح لها حسب آخر تصريحات له مع مجلة أمريكية، تصريحات انتقد من خلالها المعارضة السورية رافضا الحوار معها. روسيا من جهة أخرى تأمل في ظل رعايتها غير الرسمية للمبادرة أن تدعم أطراف المعارضة السورية المقربة منها، وأن تخفف تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تركت وطأتها عليها بعد العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب الأزمة الأوكرانية. لكن المعارضة السورية كما يبدو للبعض لن تخرج من هذا إلا بالمزيد من شق الصف وتعميق الخلافات بين مكوناتها، مع تقزيم جديد لمطالب غالبية الشعب السوري الذي بدأ ثورته قبل 4 أعوام بمطلب صريح، وهو الرغبة في إسقاط النظام وإحلال آخر مكانه يحترم قيم الحرية والديمقراطية بشكل واضح وصحيح ويكفل للجميع العيش بكرامة. أهلا بكم من جديد. أستاذ يحيى، لو بدأت معك، كان هناك اجتماع في العاصمة الروسية موسكو حضره شخصيات من المعارضة السورية، أنتم كائتلاف وطني سوري قاطعتم هذه الاجتماعات، لماذا برأيك؟ بداية تحية لك والأخ العزيز الدكتور سنان والمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال بداية أحب أن أؤكد أننا في الائتلاف الوطني السوري نتفهم تماما المصالح الروسية، والجميع يعلم أن هنالك علاقة تاريخية بين الشعب السوري والشعب الروسي، ونحن حقيقة نتطلع إلى دور إيجابي للقيادة الروسية. ولكن ما جرى من خلال الدعوة الروسية لم يكن في الاتجاه الصحيح. إذا كان هذه الدعوة عنوانها الأساسي هو توحيد المعارضة، فليس هذا هو السبيل الصحيح. أولا، الدعوة الروسية وجهت إلى شخصيات بعينها، وتم تجاهل بالكلية الكيانات والمؤسسات المعارضة. يعني لو قطعتكم هنا، لو كانت الدعوة موجهة للائتلاف ككيان سياسي رسمي، هل كان هناك سيكون لكم تمثيل في هذه الاجتماعات؟ لا، الحقيقة أنه ما سأذكره الآن من أسباب هي بمجموعها التي حالت بيننا وبين المشاركة في اللقاء موسكو، لكن في مطلعها هو تجاهل الكيانات، وكأن الهدف للأسف الشديد هو تمزيق الممزق وتقسيم المقسم. ثاني هذه الأمور، لم يكن هنالك أي ضمانات على هذا الحوار، لم يكن هنالك أي أجندة واضحة، لم يكن هنالك مواضيع تطرح على الطاولة، ولم يكن هنالك أي إطار زمني، وكأن المسألة هي عبارة عن حوار لأجل الحوار. وبطبيعة الحال جميع يعلم أن الحوار والمفاوضات هي عبارة عن وسائل من أجل تحقيق الغايات، والغاية الأساسية التي نتطلع إليها نحن في الائتلاف والتي بالتأكيد حريصون عليها أشد الحرص هو وقف حمام الدم السوري الذي هو مستمر منذ 4 سنوات. أضف إلى ذلك أيضا، طوال 4 سنوات من عمر الثورة لم يكن على الإطلاق موقف القيادة الروسية هو موقف محايد، بل على العكس تماما، كان موقف صلب وقوي في دعم نظام الإجرام في دمشق وعلى كافة الصعود على الصعيد السياسي. لكن هذه الاجتماعات ربما فرصة لحل حالة الأزمة السورية الراكدة ربما منذ فترة. بالتأكيد لعل الإيجابية الوحيدة في هذا اللقاء أن القيادة الروسية تحركت، يعني هذا هو النقطة الإيجابية الوحيدة. لكن أنا أقول لك أن لو كانت الأجواء مساعدة أكثر ولم يكن هنالك طرف النظام، لأننا نميز تماما ما بين الحوار السوري والذي هو هام ونحن حريصون عليه وقد بدأنا به منذ فترة، وهو موجود من خلال قرار في الهيئة السياسية في الائتلاف، وكان ذلك منذ 3 أشهر، ونميز تماما بين الحوار والمفاوضات. ليس هنالك حوار مع النظام، نظام الإجرام والقتل والإبادة، هنالك مفاوضات من أجل الانتقال السلمي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات. ربما سنأتي إلى نقطة المفاوضات. لو انتقلت إلى الدكتور سنان، دكتور سنان، أنت كباحث ومحلل سياسي، هل ترى أنه من الصوابية عدم مشاركة الائتلاف الوطني السوري في الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في موسكو، لا سيما أن الأزمة السورية ربما تشهد نوع من الركود وغياب الدعم الدولي عنها؟ يعني الظروف
هذه دعت القيادة الروسية إلى دعوة المعارضة السورية إلى ما يسمى المنتدى موسكو، لا تعطي فرصة حقيقة للائتلاف سوى رفض الذهاب. طبعا الإطار الذي وضع فيه المبادرة هي حوار بين الدولة ممثلة بالنظام والمعارضة، أيضا هذه يعني خطوة يعني ما دون المطلوب ويعني ما دون حتى جنيف. هذه كانت روسيا أحد أطراف الداعية له والتي عملت مع القيادة الأمريكية على تطوير إطارها. الائتلاف مطالب بطبيعة الحال في إيجاد مخرج للأزمة السياسية والاجتماعية والإنسانية في سوريا، ولكن من أجل يعني من أجل وصول إلى هذا الحل ينبغي أن يتبنى حل يحقق المطالب المجتمعية للشعب السوري. والمبادرة الروسية أو منتدى موسكو لم يتطرق إلى ذلك أبدا، بل دعا إلى حوار غير مشروط، وهذا أيضا يعني خطوة إلى الوراء. وفي العموم كل المبادرات السياسية التي تطرح اليوم وتقتضي بشكل أو بآخر تعويم الأسد لفترة مؤقتة أو مطولة قليلا تهمل هذا الجانب المهم في إنهاء الصراع في سوريا. أستاذ يحيى، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال في تصريحات له، وهنا أقتبس من كلامه، إن البديل عن اجتماع موسكو هو اقتتال السوريين 16 عاما أخرى. برأيكم هل هذا نوع من التهديد من قبل موسكو موجهة للائتلاف الوطني السوري ولقوى المعارضة التي لم تشارك في هذه الاجتماعات ربما بإطالة أمد الأزمة السورية أكثر فأكثر؟ يعني بطبيعة الحال الحقيقة اجتماع موسكو نفسه حمل في طياته بذور فشله، لنقل صراحة لم يكن هنالك جدية في التعاطي، والدليل الأسباب التي ذكرتها. أما مسألة إما أن تحضر إلى موسكو وإما أن تمتد الحالة السورية أو المشهد السوري في استنزاف قدرات ودماء السوريين إلى 16 سنة، فيعني هذا كلام بعيد يجافي الحقيقة. الجميع يعلم أن اليوم يعني النظام يتحرك في دوائر ضيقة وضيقة جدا، يعني حينما أراد مجرم الحرب بشار الأسد أن يستعرض جزء من عملياته البطولية ذهب إلى قريب من ساحة العباسيين في دمشق، يعني هو لا يستطيع ربما أن يغادر قصره إلا لبضعة أمتار وسط حراسة شديدة جدا. بطبيعة الحال دعني أقول من جديد، نحن سنتعاطى بكل إيجابية وبكل انفتاح مع تغير جاد وحقيقي من قبل القيادة الروسية، وأنا أقول عبر شاشتكم الكريمة أنه قد آن الأوان للقيادة الروسية أن تراجع حساباتها وأن تنحاز إلى تطلعات الشعب السوري الذي خرج منذ اليوم الأول وهو يطالب بحريته وكرامته والخلاص من نظام الاستبداد والقهر. وبالتأكيد أقول لا تراهنوا على فرس خاسرة وهو نظام الإجرام في دمشق، راهنوا على الشعب السوري، فالشعوب هي التي تبقى والأنظمة الاستبدادية هي التي تذهب إلى مزبلة التاريخ. لكن هناك، لو بقيت معك قليلا أستاذ يحيى، منسق لقاء موسكو التشاوري فيتالي نوماكين قال إن المعارضة والنظام سيلتقون مجددا في موسكو الشهر المقبل للتشاور حول مبادئ تم الخروج بها في الاجتماع الأخير. وأنا أذكر بعض النقاط التي تم التوصل إليها، من ضمنها الحفاظ على سيادة الدولة السورية واستقلالية ووحدة التراب السوري، التحالف ضد الإرهاب، الحل السياسي هو الأساس على أرضية اتفاق جنيف واحد، عدم التدخل الأجنبي، وعدم السماح بدخول أي مقاتل أجنبي إلا بموافقة الحكومة السورية. هل تعتقد أن هذه النقاط ربما بعيدة عن أجندات الائتلاف الوطني السوري؟ بطبيعة الحال لاحظ مما خرج به منتدى موسكو لم يتطرق على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد إلى إطلاق سراح المعتقلين الذي يقدر في آخر تقديرات أنه يقترب من 250 ألف مواطن سوري، بينهم 14 ألف طفل وربما مثلهم نساء. لم يتطرق إلى المعادلة التي فرضها النظام وهي خلاف القوانين والدساتير الدولية، وهي التجويع مقابل التركيع، وكلنا يعلم الحصار المفروض على الوعر والحصار المفروض على الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وغيرها من الأماكن.
لم يتطرق إلى مطالبة ولو كانت خجولة لوقف براميل المتفجرة، براميل الموت التي يمطرها نظام الإجرام في دمشق على رؤوس السوريين صباحا مساء. كل هذا لم يتحدث عنه، اكتفى في يعني أمور هي تحصيل حاصل، وهي حقيقة محل اتفاق. يعني من مع تجزئة سوريا؟ من مع عدم وحدة شعبها؟ من يريد ألا ينتقل إلى نظام في العدالة والمساواة والتعددية وتكافؤ الفرص؟ من السوريين لا يريد ذلك؟ إذن هذا عبارة عن كلام ليس له معنى، لأنه جوهر المشكلة الحقيقية يتمثل في أن آلة القتل التي تمثلها المافيا الأسدية هي التي تفتك بالسوريين، وهذا هو العنوان الذي لا يمكن أن يتجاوز إلى غيره حتى ننتهي منه. أشكرك. دكتور سنان، برأيك هل تعتقد أن موسكو تحاول من خلال دعوتها لشخصيات من المعارضة محددة، لم توجه أي دعوات لكيانات سياسية وإنما وجهت دعوات إلى أشخاص بعينهم، برأيك هل تعتقد أن موسكو تحاول خلق أو إيجاد كيان سياسي معارض ربما يأتي على مقاسها ويجلس على طاولة المفاوضات مع النظام في فترة لاحقة؟ لا أتفق مع هذه الرؤية يعني بشكل كامل. حقيقة اليوم المجتمع الدولي تجاوز إشكالية إيجاد كيانات ممثلة للمعارضة السورية. الائتلاف حتما لم يخلق بمبادرة روسية، وإنما مبادرة أصدقاء دول سوريا. كانت هذه آخر محاولات المجتمع الدولي في تجميع المعارضة ضمن كيان سياسي موحد. الهدف الرئيسي، يعني هناك أهداف متعددة حقيقة لمنتدى موسكو، وأغلبها منطلق من الحاجة الروسية لإيجاد أو مخرج لها من عدة ملفات وأزمات تعصف بها داخليا. أولا الأزمة الاقتصادية، ثانيا بسبب خفض أسعار النفط، ثانيا أيضا تحريك المشهد السياسي من أجل إيجاد تحسين تموضعها وإعادة تصديرها كعامل رئيسي وأساسي في المفاوضات في المنطقة وعلى الساحة الدبلوماسية الدولية، بالإضافة إلى عوامل أخرى. لا أظن أن القيادة الروسية تعتني بتمثيل المعارضة السورية، لديها مجموعة من الأهداف الأخرى. برأيي لماذا لم توجه دعوة رسمية إلى الائتلاف؟ هذا طبعا من الخطورة الحقيقية للائتلاف سواء في منتدى موسكو أو في تفاهمات مصر، هو الخروج بمجموعة من الأوراق أو مجموعة من القرارات تخفض من سقف مطالب الائتلاف السياسية، وبالتالي سحب أهم ورقة بيد الائتلاف وهي تمثيل المعارضة سياسيا على المستوى الدولي. وهذا حقيقة ما أفشل بالمكان الأول منتدى موسكو عندما لم يذهب الائتلاف، لأنه ما زال ممسكا بهذه الورقة. فالمحاولات هنا سواء تلك التي جرت في موسكو أو التي سبقتها في القاهرة هي في محاولة سحب هذه الورقة الأخيرة من يد الائتلاف. وهنا يكمن التحدي الحقيقي للائتلاف، هل يمكنه الحفاظ عليها والبناء عليها والاكتساب المزيد من الأدوات الضغط سواء على المجتمع الدولي أو على النظام السوري، أم هل سيخسرها وبالتالي يفقد دوره الأساسي في إيجاد حل سياسي في سوريا؟ يعني برأيك خروج هذه البيانات الأخيرة من اجتماع موسكو ربما لن تفيد في حل حالة الأزمة السورية على الإطلاق؟ ما لم يشارك الائتلاف فبالتأكيد سوف تبقى يعني حابسة الأدراج ولن يمكن أن ينبثق عنها شيء حقيقي. نعم. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نتابع الحوار، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى. أستاذ يحيى، شهدنا في الفترة الأخيرة هناك تراجع في الموقف الأمريكي حيال الأزمة السورية، ولكن مؤخرا كان هناك لقاء بين أعضاء من الائتلاف الوطني السوري وشخصيات عسكرية من الجيش الأمريكي ربما للاتفاق حول تدريب المعارضة السورية التي توصف بالمعتدلة. أنتم الآن كيف تقيمون موقف واشنطن من الأزمة السورية وموقفها من تدريب المعارضة السورية؟
بطبيعة الحال يعني الجميع يعلم مكانة الولايات المتحدة في المشهد السياسة الدولية، ونعتقد أيضا أن الموقف الأمريكي من المشهد السوري لم يكن بمستوى الحدث. يعني الحقيقة كأنما كان الاختيار بالنسبة للإدارة الأمريكية هو عبارة عن إدارة الأزمة وليس حلها وليس إيجاد حل حقيقي. والدليل على ذلك أننا الائتلاف تفاعل بشكل إيجابي مع مفاوضات جنيف 2، وكان والجميع يعلم، وهذا ما أشار إليه المبعوث الدولي السيد الأخضر الإبراهيمي، أن النظام الإجرامي في دمشق كان هو السبب الأساسي في عملية فشل المفاوضات، لأن النظام يعتقد اعتقاد راسخ ومن خلال الدعم الروسي والإيراني اللامحدود أنه يستطيع أن ينهي المسألة بالحسم العسكري. لكن أعتقد كقوة كبرى وعظمى في العالم بالنسبة لأمريكا هي عليها التزامات أخلاقية وقانونية تجاه أمن واستقرار العالم، ولم يكن للأسف الشديد طوال فترة الأربع سنوات أداء الإدارة الأمريكية بمستوى ما يحدث في سوريا. والدليل على ذلك أننا لو سألنا أنفسنا هذا السؤال، لو كان منذ السنة الأولى من عمر الثورة كان هنالك قرار دوري بإيصال الشعب السوري إلى ما تطلع إليه من الحرية والكرامة وانتقال سلمي للسلطة، هل كنا وصلنا إلى هذا الوضع الكارثي؟ هل كنا وصلنا إلى أن يكون هنالك حضور مرعب لمنظمات إرهابية متطرفة كمثل داعش وأخواتها؟ ربما الآن الأولوية لدى المجتمع الدولي عموما والولايات المتحدة على وجه الخصوص هو محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وليس إسقاط النظام، وقد صرحت بذلك الإدارة الأمريكية بشكل صريح. برأيك لماذا، ما هي مصلحة واشنطن في بقاء هذا النظام على رأس السلطة وتحويل البوصلة من الدعوات لإسقاط النظام إلى محاربة تنظيم الدولة؟ يا سيدي دعني أقول لك، يعني في مقابل التراخي المجتمع الدولي والذي على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية طوال السنوات الأربع من عمر الثورة، وفي ظل صمت كامل من المجتمع الدولي على جرائم التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا إلا في نوادر الحوادث، أرقام مرعبة، أرقام كارثية، كل التقارير الأممية تشير إلى أن ما وقع في سوريا هو أكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية. كل هذا سمح بإيجاد بيئة وتربة تستطيع أن تستقبل الأفكار المتطرفة، ليس استقبالا نتيجة اعتقاد صحيح، لا، نتيجة الظرف الذي أخضعت له والضغوطات الكبيرة جدا. هذا بالتالي جعل ما أراد نظام الإجرام في دمشق ومنذ اللحظات الأولى للثورة أن يوصل رسالة، وهي أنني أدافع عن العالم بأسره في مقابل التنظيمات لكن الإرهابية. لكن أنتم كائتلاف وطني سوري ألا يقع على عاتقكم بعض المسؤوليات حيال فشل حل أو إيجاد حل للأزمة السورية؟ لا أعتقد أننا نتحمل كامل المسؤولية، ربما نتحمل جزء من المسؤولية. الجميع يعلم أن الائتلاف مر بمراحل من ترهل الأداء السياسي دعني أقول، وإن شاء الله تعالى لدينا العزم والإرادة لكي نصحح هذا المسار بتعاون جميع من الزملاء في الائتلاف. ربما هناك الكثير من التحديات والصعوبات التي يواجهها الائتلاف. بكل أحوال كاميرا التلفزيون العربي استطلعت آراء بعض أعضاء الائتلاف الوطني السوري حول الصعوبات والتحديات التي يواجهها في مسيرته السياسية، نتابع سوية. هناك أسباب كثيرة طبعا داخلية وخارجية، أسباب ذاتية وأسباب موضوعية. الأسباب الذاتية تتعلق بالائتلاف نفسه، الخلافات التي كانت بين فرقاء الائتلاف، أيضا ضعف الصلة مع الداخل، قلة الإمكانات إلى آخره.
طبعا قلة الإمكانات أيضا تحيلنا إلى العوامل الخارجية، يعني أصدقاء الشعب السوري والداعمين للثورة السورية تباطؤوا جدا في دعم الائتلاف ودعم المؤسسات التي تتعلق به، وبالتالي يعني وجد الائتلاف نفسه يعني مقصرا في أداء كثير من مهامه. هذه يعني أبرز الأمور التي إضافة طبعا إلى الجو السياسي وإلى ظهور قوى التطرف ويعني انزياح الاهتمام الدولي إلى محاربة الإرهاب عن الوضع في سوريا وهكذا. يعني طيب دكتور خالد، هلا مفروض أنه نحن نشتغل على شغلتين. أول واحدة سد الفجوة ما بين الائتلاف والشعب السوري، هي بدها تتم عبر منظمات المجتمع المدني والنقابات والنشطاء المدنيين. والخطوة الثانية اللي هي الرفع من سوية الائتلاف سياسيا أمام المجتمع الدولي. طبعا هيدي كانت مرحلة بلشت بالمرحلة السابقة ونتمنى أنه نقدر نكملها بشكل صحيح. المرحلة السابقة في الائتلاف عانى من الائتلاف كثيرا نتيجة الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية المتغيرة، وكذلك وضع الائتلاف الداخلي وعدم الانسجام. إذا قلنا الصراحة، أي إطار وطني أو سياسي لابد له أن يكون منسجما كي يستطيع تحقيق ما يصبو إليه. الآن نحن في مرحلة استحقاقات كبرى يتطلب منا توحيد الصف والوقوف صفا واحدا وعدم أقصاء أي مكون مهما كان، بشرط أن يكون كله في خدمة الثورة السورية وخدمة الشعب السوري ووقف نزيف الدم السوري. نتمنى من الائتلاف ومن الرئيس ومن الأمانة العامة أن يتجهوا باتجاه توحيد الائتلاف والتخفيف من معاناته. نحن ككتلة وطنية، نحن باسم المجلس الوطني الكردي، يعني الكتلة الكردية في الائتلاف، جاهزون للعمل على خدمة هذا التوجه وهذا الهدف، وإلا سيكون الشعب السوري دون ممثل حقيقي. دكتور يحيى، استمعنا سوية، ربما هناك الكثير من المشاكل والتحديات والصعوبات التي يواجهها الائتلاف الوطني السوري. برأيك، ألم يفشل الائتلاف بعد 4 سنوات من عمر الأزمة من إدارة دفة القيادة الائتلاف لإيجاد حل أو تسوية ربما تنهي مأساة الشعب السوري؟ يعني من المبكر أن نطلق يعني حكم مطلق على نجاح أو فشل الائتلاف. هو بالتأكيد لم ينجح في الفترة الماضية في أداء كامل مهمه وفي الوصول إلى حل يحقق مطالب المجتمعية السورية للشعب السوري عفوا. طبعا لا شك أن الائتلاف الوطني السوري عانى لحد يعني طويل من المنازعات داخل صف الائتلاف نفسه، ولديه يعني الكثير من الأسباب الذاتية التي تؤدي إلى عرقلة تقدمه وأداءه السياسي. ربما هذه الخلافات الموجودة داخل الائتلاف نفسه ألا تشكل عقبة ربما ليكون الائتلاف أو ليشكل مظلة جامعة لكافة أطياف المعارضة السورية ربما لتمثيلها أمام المجتمع الدولي؟ دعني لا أتفق، يعني لا يمكن أن أتفق معك تماما حول هذه النقطة. يعني لا أرى أن على الائتلاف أو على المعارضة أن تتمثل بجميع أطيافها أمام المجتمع الدولي كي تصل إلى حل، وإنما هو القسم أو الجسم المعارضة اللي يمتلك الأدوات الأكثر فاعلية على الأرض ويستطيع أن يغير من الأحداث، هو بغض النظر عن درجة تمثيله يمكنه أن يقوم بهذا العمل. وأظن أن أحد الأخطاء التي وقع فيها الائتلاف هو السعي الدائم نحو التوحيد الذي لا يوحد، ولكن
بغض النظر عن كل ما سبق، لا زال الائتلاف يمتلك ورقة رئيسية كما سبقت وذكرت، وهي الشرعية الدولية في تمثيل المعارضة السورية بغض النظر عن درجة تمثيله، ويمثل الطيف الأوسع حقيقة من المعارضة. ما يجب عليه فعله بالشكل الأساسي هو الحفاظ على هذه الورقة. وبالمقابل الآن التأزم المشهد الدولي والمشهد الإقليمي وأيضا التقارب الذي بدأ يعني ترتمس ملامحه بين القيادة إدارة أوباما وإيران حول من أجل تسهيل الملف النووي، يقدم عدد من الفرص الكامنة للائتلاف يمكنه أن يستثمر بها من أجل أن يحسن تموضعه السياسي وبالتالي ويليه تموضعه العسكري، ويمتلك أدوات عدة من أجل إحداث هذا التغيير. على المستوى الداخل ينبغي عليه تفعيل أدواته التنفيذية من خلال الحكومة المؤقتة، وهناك الشمال السوري صحيح أنه يعني يعج بفصائل متعددة من ربما سنأتي إلى هذه النقطة لاحقا. أستاذ يحيى، البعض يتهم الائتلاف بأنه منفصل عن الواقع داخل سوريا، معظم أعضائه موجودين إما في تركيا أو في دول أخرى، لماذا لا يكون هناك لكم تمثيل حقيقي داخل سوريا على الأقل في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية؟ لماذا هذا الانفصال مع الواقع في الداخل السوري؟ لا، الحقيقة هذا الأمر قد يكون حدث قبل فترة بعيدة، لكن منذ حوالي 6 أشهر الائتلاف اتخذ قرارا بإنشاء مكاتب للائتلاف في الداخل السوري، ولدينا مكتب في إدلب، ولدينا مكتب في ريف دمشق، وهنالك سعي لإنشاء مكاتب أخرى تكون هي صلة الوصل ما بين الائتلاف وما بين أهلنا في الداخل. ودعني أضيف لو سمحت أن الملف الأول الذي يعنينا والذي وضعته في سلم صدارة سلم أولوياتها القيادة الجديدة، وهو التعاطي مع الداخل وإيجاد الآليات المناسبة للمشاورة وتبادل الآراء. ونحن لا نستطيع حقيقة أن نواجه الاستحقاقات الدولية على كافة المستويات إلا إذا كان ظهورنا محمية من خلال تعاون وصلة وثيقة مع أهلنا في الداخل. هذا أمر محسوم. لكن فيما يتعلق بعلاقتكم مع الفصائل والكتائب المسلحة في الداخل، ربما ليس هناك علاقة وثيقة مع الفصائل والكتائب المقاتلة داخل سوريا، كيف يمكن إيجاد أرضية صلبة لكم في الداخل السوري وأنتم ربما تعانون من ضعف علاقتكم وصلاتكم مع الكتائب المقاتلة؟ ما تفضلت به جزء منه صحيح، وهو على مستوى المؤسسة كمؤسسة، لكن الحقيقة أن هنالك أعضاء وزملاء في الائتلاف هم من أهل الداخل حقيقة، وبعضهم كان لا يأتي إلى اجتماعات الهيئة العامة إلا حينما تعقد هذه الاجتماعات. نحن نريد أن نفعل هذا الأمر على مستوى المؤسسة كمؤسسة من أجل تقوية واستعادة مكانة الائتلاف كممثل حقيقي للثورة والشعب. بالتأكيد هذا الأمر يجب أن يتم عن طريق فتح نقاشات وحوارات معمقة مع الأخوة في العمل العسكري من أجل إيجاد الصيغة المناسبة للتوازن وإيجاد التنسيق ما بين العمل السياسي والعسكري. ولا شك أن ذلك نحن معنيون أن يكون عن طريق بوابة وزارة الدفاع لكي نعزز دور المؤسسات ونرفع من قيمتها وننشئ لها يعني مؤخرا الأطر الصحيحة. لم نعد نسمع أبدا بوجود الجيش السوري الحر، هل لدى قيادة الائتلاف الجديدة أي خطط ربما لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية التابعة لكم؟ نعم، الحقيقة أنه نحن على صلة وثيقة أيضا مع سيادة اللواء سليم إدريس وزير الدفاع والأخوة في الحكومة من أجل إعادة هذه الهيكلة، وأن يكون هنالك نواة لجيش وطني كمؤسسة احترافية تحمي السوريين بكل شرائحهم ومكوناتهم وتحافظ على وحدة البلاد. هذا الأمر أيضا موجود في الخطط، لكن المعني فيه بشكل أكبر هو الحكومة السورية المؤقتة. فيما يتعلق بالدعم العسكري لكي يقوم ربما المؤسسة العسكرية التابعة للحكومة، تحتاج ربما لدعم عسكري دولي
ليكون لها تواجد على الأرض، هل هناك أي دعم عسكري؟ ربما كان في بداية الثورة هناك دعم عسكري يأتي من بعض الدول، الآن ربما الآن هذا الدعم العسكري خف ربما إلى درجة معينة. كيف يمكن للجيش السوري الحر الممثل في بقيادة اللواء سليم إدريس من إعادة هيكلة نفسه ويتواجد على الأرض بقوة في ظل غياب أي دعم عسكري لهم؟ أنا أعتقد، وهذا الأمر يعني قد جرى الحديث عنه في خلال مقابلات كثيرة أجريناها، المعادلة هي على الشكل التالي: إذا استطاع الائتلاف والحكومة المؤقتة والقيادة العسكرية. نعم. اسمح لي دكتور، سأعود إليك بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى. أهلا بكم مرة أخرى. دكتور سنان، هناك خطة لدى الائتلاف الوطني السوري ربما لإعادة هيكلة الجيش السوري الحر ليتواجد بقوة داخل المناطق المحررة على الأقل. برأيكم هل ينجح الائتلاف ووزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة من إعادة هيكلة نفسها والحضور بقوة في المشهد السوري في ظل ربما التشتت الكبير بين كتائب وفصائل المعارضة السورية المسلحة؟ نحن الآن نسمع عن مئات الفصائل تتواجد داخل الأرض، برأيك هل هناك فرص للنجاح لوزارة الدفاع السورية بإعادة هيكلة نفسها والتواجد مرة أخرى بقوة داخل المشهد؟ الحقيقة هذه مهمة يعني صعبة للغاية، كما تفضلتم يعني هناك حالة تشظي للقوى الجيش الحر في الشمال السوري. طبعا يختلف تماما الوضع في جبهة جنوبية، قد يكون هنا مربط الفرس يعني وفرصة الكامنة أيضا للحكومة المؤقتة وبشكل أدق وزارة الدفاع من أجل إعادة تفعيل دور الوزارة، ويبدأ ذلك بشكل أساسي في ظل غياب الدعم المادي، هو من خلال التواصل، من خلال التنظيم الشؤون التنظيمية والعسكرية للكتائب والانخراط في هذه العملية. طبعا في وجود وزارة الدفاع في تركيا يصعب، او يعني في شمال سوريا وفي تركيا يصعب عليها عملية التواصل مع الجبهة الجنوبية بحكم المسافة الجغرافية، ولكن هذا يعني لا ينبغي ان يقف عائقا امام تحقيق هذه الخطة. اما بالنسبة للشمال وفي المناطق التي تخضع الان لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، فيعني يحتاج الائتلاف أو قيادة الأركان إلى التفكير خارج الصندوق، الاتيان بحلول إبداعية، خصوصا أن في ظل غياب الدعم المادي الذي يأتي من خلالهم على الأقل. واليوم كلنا ندرك أن جزء كبير من نجاح أي عملية توحيد منوطة بشكل كامل بالعامل المادي، والعامل التنظيمي يأتي يعني كأولوية ثانية وبعيدة جدا عن ذلك. فنتمنى يعني لهم النجاح، ولكن هذه فعلا مهمة صعبة للغاية. أستاذ يحيى، كان هناك العديد من المبادرات، بدأت بمبادرة جنيف 1 ثم جنيف 2 ثم خطة المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، والآن نشهد خطة جديدة للمبعوث الدولي الجديد إلى سوريا ستيفان دي مستورا، والتي تقضي ربما بتجميد القتال في مدينة حلب ثم الانتقال إلى مدن أخرى. برأيكم في ظل تعقد المشهد السوري، هل سيكتب لهذه الخطة الجديدة النجاح أم ربما سيكون مصيرها الفشل كسابقاتها من الخطط؟ والله نحن حقيقة نتمنى لها النجاح، لأنها قد تكون بوابة إلى تخفيف من حمام الدم السوري. لكن حينما التقى وفد من الائتلاف مع السيد دي مستورا أبدأ بعض الملاحظات، وكان السيد دي مستورا والمعروف عنه أنه مستمع جيد، والتقى شريحة واسعة من المتصلين بالمشهد السوري، ولم يكن يريد فرض أفكار استباقية لخطته، أراد أن يستمع إلى يعني طيف واسع من الآراء والأفكار ثم ينضجها في النهاية لتخرج في قالب خطة. واحدة من أكبر المحاذير التي أبلغنا سيدي مستورة
ألا يكون هنالك سماح من خلال تجميد القتال في حلب، ألا يكون هنالك سماح للنظام لاستعادة زمام المبادرة بتجميع قواته ونقلهم إلى مكان آخر كمثل الوعر والغوطة الشرقية، والمساهمة في عمليات الفتك والإجرام التي يمارسوها ضد الشعب السوري؟ استراتيجيا لماذا تم اختيار مدينة حلب بالذات للبدء منها؟ ربما بطبيعة الحال القيمة التاريخية التي تتمثل بها مدينة حلب، هي من المدن الكبرى في سوريا ولها يعني حتى صدى دولي. ربما الكثير يعرف حلب ولا يعرف سوريا، يعني يعرف مدن بعينها، هي مدينة عريقة. ربما البعض له قراءات أخرى، ربما لرجحان كفة المعارضة السورية في مدينة حلب. البعض بالتأكيد يقول أن هذه الخطة تأتي ربما لتقديم خدمة لقوات النظام السوري من خلال تجميد القتال في مدينة حلب التي ربما أنهكت قوات النظام فيها. لا، الحقيقة يعني أنا لا أعتقد أن سيد ديمستورا يهدف إلى هذا الأمر. الدليل على ذلك أنه هو تفاعل بشكل إيجابي مع الملاحظات التي أبديناها له، وقدم الخطة عن طريق مساعده السيد رمزي رمزي، والتي كان بموجبها طلب نظام الإجرام في دمشق أن يستبدل السيد ديمستورا، لأنه يريد، المعروف أن نظام الإجرام في دمشق يريد أن تكون الخطة على مقاسه تماما، فأي خطوة تكون في مصلحة الشعب وضد استمراره في عمليات القتل والإجرام بالتأكيد سيقف يعني ضدها ولن يسمح بها. لو انتقلت هنا للدكتور سنان، دكتور سنان، ألا تعتقد أن بدء تجميل القتال في مدينة حلب من خلال تطبيق مبادرة ديمستورا هي بداية تقسيم للجغرافيا السورية ربما لكيانات سياسية متعددة؟ بعد فشل المحادثات جنيف 2 انتقل المجتمع الدولي برؤيته للحل السياسي من الجزء الكامل على المستوى الوطني في سوريا بتجزئته إلى الجزء المحلي، وذلك من أجل إقحام الكتائب المعارضة على حدة مع الكتائب التي تقاتل بصف النظام أيضا على حدة وعلى مستوى محلي جدا. ومبادرة ديمستورا قائمة بشكل يعني مختصر جدا على تكرار فرص النجاح أو تكرار النجاحات الصغيرة على المستوى المحلي لتعم وتكون مدخلا للمحل على مستوى وطني جامع. ولكن الحقيقة أن سواء كان المبادرة ديمستورا أو المبادرة التي تقوم بها مجموعة من المنظمات الدولية الأخرى مثل الHD Humanitarian Dialogue هي عبارة عن تسهيل لدينامية داخلية يخضع لها الطرفان الصراع. فعندما ننظر إلى الهدن التي حدثت في ريف دمشق هي هدن حدثت بسبب الواقع الاجتماعي والواقع المعيشي، من طرف المعارضة أرادت أن تتنفس بعض الصعداء ومن طرف النظام لأنه لم يستطيع حسم المعركة عسكريا واقتحام المنطقة. فلم يأتي حقيقة ديمستورا بشيء جديد بهذا الصدد، وإنما هو عبارة عن عملية قوننة لشيء طبيعي يحدث على الأرض بسبب طبيعة الصراع الجاري. ولكن عودة لسؤالك حول يعني إمكانية تقسيم سوريا، فيعني لا أرى أن اليوم المجتمع الدولي ولا حتى الأطراف المختلفة في سوريا تقبل هذا الطرح، بغض النظر أيضا عن توجه الإقليم بشكل عام. ولكن لا شك أن المبادرات التي سوف تنشهدها الساحة السورية الآن وفي المستقبل كلها تدور حول نفس هذا الإطار، وهو تقسيم المشكلة الوطنية إلى مشكلة محلية واعتبارها مدخلا لحل. نعم. أستاذ يحيى، فيما لو انتقلت معك إلى نقطة علاقتكم مع باقي أطياف المعارضة السورية، مؤخرا كان هناك اجتماع في القاهرة جمع شخصيات من الائتلاف الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية، أيضا كان هناك مبادرة طرحها الائتلاف لهيئة التنسيق، هل من الممكن تشكيل مظلة معارضة سياسية واحدة لكافة أطياف المعارضة السورية
تنضوي جميعها ربما تحت مظلة واحدة، سواء من الائتلاف أو من المجلس الوطني أو من هيئة التنسيق، للدخول ربما في مفاوضات مستقبلية مع النظام لتشكيل حكومة انتقالية أو ما شابه ذلك. بطبيعة الحال أي حوار سوري قائم على أسس واضحة هو حوار مفيد، ولذلك أنا أشرت في بداية الحلقة أنه كان هنالك قرار في الهيئة السياسية في الائتلاف في فتح البوابات وفتح نقاشات وحوارات جادة مع مختلف أطياف المعارضة خارج إطار الائتلاف، لأنه بكل صراحة ووضوح كان مما يتهم به الائتلاف خلال الفترة الماضية أنه نادي مغلق على أعضائه. فأراد الحقيقة الائتلاف أن يفتح هذه الدائرة وأن يوسع المظلة التي يمكن أن نبني من خلالها على قواسم مشتركة تكون بوابة لانطلاقة عملية التسوية السياسية التي ننشدها جميعا. نتيجة هذا الأمر جرت مجموعة من اللقاءات سبقت ما تم في القاهرة، وكان من بينها أيضا في لقاء في القاهرة مع هيئة التنسيق، وجرى التبادل لأوراق، ثم عاد كل من الوفدين إلى القيادة لمزيد من المشاورات. ألم يتم التوصل إلى أي نقاط مشتركة في اجتماعات القاهرة؟ لا، الحقيقة أنه جل النقاط متفق عليها، يعني أنا أؤكد لك أن 80 إلى 85% من النقاط محسومة، لكن يعني هنالك نقاط. ما هي نقاط الخلاف بينكم؟ بكل صراحة ووضوح يعني موضوع مجرم الحرب بشار الأسد ما يزال هو العقد الأساس في يعني ربما هيئة التنسيق الوطنية لا ترى أن هناك ضرورة لرحيل رأس النظام في دمشق، بينما أنتم تصرون على هذه النقطة. هل توصلتم إلى أي اتفاقية حول هذا الخلاف بالذات؟ نحن مستمرون في الحوارات من أجل حلحلة وإيجاد الصيغة المناسبة. أنا لا أعتقد أن يعني هنالك سوري يعني يقبل بعد كل هذا الملف الإجرامي الذي يشبه حالات الفاشية والنازية التي حدثت في تاريخ البشرية، أن يقبل بمجرم حرب كبشار الأسد أن يكون جزء من أي حل سياسي. لكن ربما يكون التقدير هو متى يكون رحيله والانتهاء من هذه المنظومة الإجرامية. يعني هذه مساحة الخلاف. يعني هل اقتنعت هيئة التنسيق الوطنية ربما بالفكرة التي تطرحونها أنتم بضرورة رحيل رأس النظام في دمشق من أجل إيجاد أي تسوية سياسية للأزمة؟ كما قلت لك هي نقطة إشكالية بحاجة إلى جلسات لنصل إلى الصيغة الأنسب، لكن دائما وأبدا الخوف حقيقة، دعني أقول لك، نحن نعلم أن هنالك بعض القوى وعلى رأسها روسيا وإيران تريد إعادة استيلاد النظام، وبطريقة أخرى يعني إعادة تأهيل، وخاصة في ظل ما يسمى الحرب على الإرهاب. هذه المعادلة التي استغلها بطريقة خبيثة وماكرة نظام الإجرام في دمشق ليقول ها أنا ذا أنا أقاتل عن العالم بأسره في وجه التنظيمات الإرهابية، وأنا سأكون حامي الأقليات، وهو الحقيقة التي يعرفها كثير من السوريين أن جزء كبير جدا من الأقليات قد تركت سوريا حتى قبل الثورة، كانت تقصد يعني بلدان المهجر بعيدا عن الأوضاع الأمنية التي كان يمارسها النظام. نعم دكتور سنان، برأيك في ظل هذه الانقسامات بين أطياف المعارضة المختلفة، سواء الائتلاف من جهة، المجلس الوطني من جهة أخرى، هيئة التنسيق والتيار بناء الدولة، هناك كيانات متعددة ربما لا يوجد بينها قواسم مشتركة توحدها لتكون أو لتنضوي تحت مظلة واحدة، برأيك هل من الممكن جمع كافة أطياف المعارضة في جسم أو كيان سياسي واحد؟ لا أرى ذلك ممكنا، ولا أراه أيضا شرطا لإنهاء الصراع في سوريا. ما أراه مجديا وهو التوحيد وجهة النظر، وهو توحيد المطالب هذه الجهات في أي حل سياسي سوف يقدم مستقبلا.
ولكن الحقيقة هو قبل أن نصل إلى هذه النقطة المهمة، هل المشهد السياسي الداخلي في سوريا أو المشهد العسكري في سوريا مستعد للقبول بأي مبادرة سياسية أم لا؟ والواقع أن اليوم أن النظام نفسه هو غير مستعد، وقد ومثل ما تفضلتم في بداية الحلقة في مقابلة أجراها بشار الأسد مع قناة أمريكية رفض الحوار مع المعارضة ولم يجد وهو غير مقتنع بحل سياسي في سوريا. أشكرك. ربما سأنهي مع الأستاذ يحيى. رؤيتكم للخروج من هذه الأزمة، لم تشاركوا في أي مبادرة وليس لديكم أي بديل في الوقت الحالي، والإئتلاف يشهد ربما تضعضع أو تزعزع في كيانه السياسي، هل لديكم أي مشروع لإيجاد حل الأزمة السورية خلال دقيقة واحدة؟ نحن بوصلتنا واضحة في هذه المرحلة، علاقتنا في مع أهلنا في الداخل هي عنوان أساس، وبعد أن نوثق هذه العلاقة والأمر ليس على مدى بعيد إنما على مدى قريب، سيكون لدينا القدرة والإمكانية لأخذ زمام المبادرة وأن نكون حقيقة لدينا الجرأة لإطلاق مبادرة يكون من خلالها خلاص للشعب السوري وتحقيق تطلعاته التي خرج إليها منذ اليوم الأول، وهي الحرية والكرامة وانطلاق إلى مجتمع تعددي ديمقراطي تسوده العدالة وتكافؤ الفرص، وينهي نظام الاستبداد والإجرام المتمثل بمجرم الحرب بشار الأسد والعصابات التي معه. أشكرك. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ يحيى مكتبي الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، والدكتور سنان حتاحت الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل، وهذا عدنان الظاهر يحييكم من اسطنبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.